قال مبعوث الاتحاد الأفريقي الخاص لوكالة الدواء الأفريقية ميشيل سيدي بي إن مصر من أكبر دول القارة في تصنيع الأدوية واللقاحات. جاء ذلك خلال مؤتمر لإعلان انضمام مصر لاتفاقية وكالة الدواء الأفريقية. وأضاف سيدي بي أن مصر لها دور محوري في الدول الأفريقية، موضحا أن تواجدها في وكالة الدواء الأفريقية سيكون له أثر كبير على دول القارة جميعها.